وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن هناك توافقا دوليا على رفض التهجير القسري للفلسطينيين، مجددا رفض مصر للتهجير أو لتصفية القضية الفلسطينية. وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيسي وزراء إسبانيا وبلجيكا بقصر الاتحادية، شدد الرئيس السيسي على ضرورة توفير أماكن آمنة في شمال قطاع غزة ووسطها وجنوبها تسمح بوجود الفلسطينيين من أهالي القطاع. إذن احنا محتاجين خلال اللي احنا في حديثنا مع دولة رئيس وزراء بلجيكا ودولة رئيس وزراء أسبانيا على أهمية ان المجتمع الدولي يقوم بتقديم مساعدات تكفي إعاشة المدنيين او المواطنين اللي موجودين اللي بيعانوا من القطاع. دي نقطة. النقطة الثانية، تكلمنا ايضا على أهمية ان يبقى في مناطق آمنة، والمناطق الآمنة اللي بنتكلم عليها مش في جنوب القطاع، احنا بنتكلم على مناطق آمنة موجودة في وسط القطاع وشمال القطاع وجنوب القطاع، تسمح بتواجد الناس التي فقدت منازلها. واحنا هنا بنتكلم على تدمير مش أقل من 40 إلى 50 ألف منزل تدميرا كاملا، وأكثر من 70 ألف 100 ألف منزل تضرروا بشكل أو بآخر. وبالتالي احنا بنتكلم على مناطق آمنة تسمح بإعاشة وتواجد هذه المواطنين. الهدف من كده إيه؟ ده كلامنا اللي احنا تحدثنا فيه، ان احنا نساعد القطاع على ان فكرة تهجير الفلسطينيين مش بالتصريحات، لان اللي بيتم دلوقتي هو عمليا يجعل بيئة الحياة في القطاع مستحيلة، وبالتالي ده دفع او تهجير قسري بشكل او باخر الى خارج قطاع غزة. وانا اكدت وفي توافق الحقيقة، سواء كان في حديثي مع الرئيس بايدن في هذا الأمر، إن أنا قلت له إن هذا الأمر خطير، وهو أكد لي إن هو لن يسمح أيضا بتهجير قسري خارج القطاع. وهنا أيضا هذا الأمر تم تجديده مع أصدقائنا المسؤولين، رئيس دولة أسبانيا ورئيس دولة بلجيكا، على أهمية عدم التهجير القسري إلى خارج القطاع. وأنا من جانبي في مصر، أنا أكدت ده امبارح وبقوله النهارده، إن احنا في مصر لن نسمح بذلك.